السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مواقيت الصلاة في مصر: الاثنين 3 يوليو 2023، 15 ذي الحجة، 1444. صلوا على الحبيب المصطفى فضلا وليس أمر. أتمنى تشرفوني وتنوروني في قناتي أنا وحياتي باشتراك ولايك، جزاكم الله خيرا. مواقيت الصلاة على القاهرة: 3 يوليو 2023، 15 ذي الحجة، 1444. يؤذن الفجر بإذن الله تعالى على مدينة القاهرة في تمام الساعة 4:09، تشرق شمس القاهرة في 5:55، الظهر بإذن الله تعالى في تمام الساعة 12:58. 58 دقيقة. صلوا على الحبيب المصطفى صلاة دائمة قائمة. يؤذن العصر بإذن الله في تمام 4:35، المغرب في تمام الساعة 8:00، وتؤذن العشاء بأمر ربها في تمام الساعة 9:34. استغفروا ربكم إنه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا، ومددكم بأموال وبنين، ويجعل لكم جنات، ويجعل لكم أنهارا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، دمتم في أمان الله.